قرأهم الله تنوينا إثر فتح اجعل أليفا وقفا وتلو غير فتح احذفا واحذف لي وقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت فعلما وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مور اللزوم رد يختفي وغير هالتانيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك أو اشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفا محركا وحركات انقلا لساكن تحركه لن يحضل ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف النقل والنقل إن يعدم نظير ممتنع ولك في المهموز ليس يمتنع في الوقف تأنيث لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل وقلل في جمع تصحيح وما ضها وغير ذين بالعكس انتما وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخرين كأعطي من سأل وليس حتما في سوى مكعي أو كيع مجزوما فراع مرع أو وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها لها إن تقف وليس حتما في سوى من خفض باسمك قولك اقتضاء مقتضى ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحرك بناء لزم ووصلها بغير تحرك بناء وديم شذ في المدام استحسن وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما سبحان الله. الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة تقول جاء زيد اليوم وقفت على زيد تقول جاء زيد واضح مررت بزيد اليوم مررت بزيد هذا هو الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة يترتب عليه أحكام السكون والروم والإشمام والنقل والتضعيف والزيادة والحذف ولكل منها محل سيذكره إن شاء الله. الوقف باعتبار آخر ثلاثة أنواع: وقف اضطراري شخص كان يقرأ انتهى نفسه فوقف حيث انتهى نفسه، وقف اختباري كشيخ القرآن يقول لك قف لي على شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم تقول له إن شجرة كما ترسم في المصحف، امرأة نوح قف عليها تقول امرأة كما ترسمها، المسلمات إذا جاءك المؤمنات واضح القارعة هذا يسمى وقفا اختباريا. الوقف الاختياري أنواع قد يكون للاستثبات ومر بكم الحكاية تقول جاء رجل تقول منو جاء رجلان منان استثباتا تسأل عن الشيء النكرة تسألها بمن وبأي رأيت رجالا أيين جاءت امرأتان منتان هذا يسمى وقف استثباتي. ووقف إنكاري إنكاري ترد على المتكلم ما قاله تقول له كذبت ولكن تقولها بطريقة أخرى يقول لك جاء زيد تقول له أزيدوني أي لم يأتي سبحان الله غريب اللغة العربية ويقول لك رأيت زيدا بدل أن تقول له كذبت تقول له أزيدني أي لم يأتي مررت بزيد أزيديني هذا إذا كان منون فإن كان غير منون تشبه الحركة تقول جاء عمر ليس منون تقول أعمره رأيت عمره تقول أعمره جاءت حذامي تقول أحذامي أي لم تأتي هذا يسمى وقف إنكاري. نوع ثالث يسمى الوقف التذكري وقف التذكري أردت أن تقول في الدار رجل عندما قلت في الدار نسيت رجلا تبقى متشبثا بالكلمة الأولى تقول في الدار رجل حتى تذكر لي بعدها وصل عمر عندما قلت وصل نسيت عمر تقول وصل تبقى متشبثا بالأولى حتى تذكر لي بعدها. النوع الرابع يسمى وقف الترنم وهو عند بني تميم عند النجد إذا أرادوا أن يقطعوا النطق
قال أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. لا يريد أن يصيح طول الوقت, يقول أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. قاله جريه وهو تميمي نجدي. هذه أربعة أنواع كلها تسمى من أنواع الوقف الاختياري, وهذا كله غير مراد له, لكن أحببت أن أطلعكم عليه. قال رحمه الله تنوينا إثر الفتح نجعل ألفا وقفا. إذا وقفت على المنون المرفوع والمجرور سكنه, تقول جاء زيد في هذا الرفع ومرت بزيد, وفي هذا النصب تقول رأيت زيدا, وهي لغة القرآن ولغة الحجازيين لغة الأزد. الأزد شنوع العماء يشبعون الحركة, يقول جاء زيد رأيت زيدا مرت بزيد, يشبع بعد الرفع بالواو وبعد النصب بالألف وبعد الجر بالياء. ربيعة يقفون على الكل بالسكون, يقول جاء زيد مررت بزيد رأيت زيد, واستعملها ابن مالك كذلك في ألفيته. أما قلت تنوين أن إذا فتح نجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح حذفا. واضح؟ فرح الله. واحذف لي وقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. الضمير إذا كان مضموما احذف حركة احذف صلته, وإذا كان مكسورا احذف صلته. تقول الكتاب له, تقول كتاب لها. مررت به, تقول مررت به. إذا كان مفتوحا أبقيها, تقول مررت بها. وبعضهم طيب ينقلون حركة لها إلى ما قبلها ويسكنونها. قال بالفضل ذو فضلكم الله به, والكرامة لا تأكرمكم الله به. أصوها بها نقل حركة لها إلى الباء ففتحه وسكنها. قال في سوى الطرار إذا كان الشاعر مضطرا له أن يمد. قال الشاعر ومهما هم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. مضطر لم يقل سماؤه. قال تجاوزت هندا رغبة عن قتاله إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره. نقول واحذف لي وقف في سوى الطرار صلة غير الفتح في الإضمار. إذا كان ما قبل الهاء ساكنا لك الوجهان, تقول اطلعت عليه, لكن تقول اطلعت عليه أو عليه لك الوجهان. أقول صددت عنه, لكن تقول صددت عنه أو عنه. أقرأ اللي بعده. وأشبهت إذا منونا نصب. إذا حرف ينصب المضارع وكتبها الصحابة في المصحف بالألف. قال إذا وقفت عليها قل إذا أم لهم نصيب من الملك, فإذا لا يوتر الناس نقيرا, وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها, وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. قال إذا تقف على بذا. أنا قلت وأشبهت إذا منون النصيب, لا فرق بينها وبين قولك رأيت زيدا. فألفا في الوقف نونها قلت. قال مبرد اشتهيت أن أكوية, أشهدت أن أكوية يد من يكتب إذا بالألف. قال لا حظ للحروف في التنوين, هي مثل أن ولن, لكن ما نقول للمبرد والصحابة كتبوها بالألف. أنا أقول وأشبهت إذا منون النصب فألفا في الوقف نونها قل يقرأ. وحذف هي المنقوص للتنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت فعل ما. المنقوص المنون إذا كان مجرورا احذف تنوينه وسكنه, وإذا كان مرفوعا فكذلك, وإذا كان منصوبا فقل عليه بذلك. تقول جاء قاض ومررت بقاض ورأيت قاضيا, وربما وقفوا عليه بالمد بالياء. وقرأ ابن كثير رحمه الله تعالى وما لهم من دونه من والي, ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. قال وغير التنوين بالعكس. غير التنوين أربعة أنواع. المعرف بأل لا تجامع التنوين, تقول إذا كان منصوبا فكذلك, تقول جاء رأيت القاضي قولا واحدا, وإذا كان مرفوعا ومجرورا فكذلك على الراجح, تقول جاء القاضي ومرت القاضي. هذا نوع المنون. الثاني المنادى مثل يا قاض, لك حذف الياء ولكيف تقول يا قاض أو يا قاضي, واختلفوا فيها ورجح بعضهم كثيرا إثباتها. الثالث من الصرف, تقول هذه جواري ومررت بجواري ورأيت جواري. مرحب مرحب جواري. قالوا إذا كان منصوبا فالوقف عليه بالياء راجح جدا, وقالوا وكذلك
إذا كان مرفوعا أو مجرورا. الرابع ما سقط تنوين الإضافة. تقول يا جاء قاضي مكة، وقفت على قاضي، قال هو كالمنوني، تقول في الرفع جاء قاض مكة، مررت بقاض مكة، ورأيت قاضية مكة. واضح؟ أربع نقاط. أنا أقول وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مرن لزوم ورد. إذا بقي من أصل الكلمة حرف واحد أنهكتها أضعفتها لم يبقى منها شيء. مرن أصله اسم فاعل من أرى يريه، أرى في اللغة العربية العرب يقول أراه يريه، أصله أرآه. كل ما نقول رأى ونقول في مضارع يرى، ما معنى يرى؟ يرى هي يرى، لكن لكثرة تكرار الكلمة في اللغة العربية حذف الهمزة الذي قالها أصله يرى. ولذلك نأى ما مضارعها نأى؟ ينأى، لم يحذفوا همزتها لأن الكلمة لا تتردد كثيرا في الكلام ولك أبقى همزتها. واضحة؟ كذلك إذا أتيت باسم فاعل من أرى يريد تقول ملن. ملن بقية من أصول كلمة الراء، ذلك كلمة الميم، الميم حرف اسم الفاعل، ذلك اسم الفاعل. إذا وقفت عليه تقول مري. واضح؟ الساقط من الكلمة صار الكلمة عينها ولامها. واضح؟ فتقول مري بإعادة اللام وهي الياء. وكذلك لو كان شخص يقال له يفي، لو قلت جاء يف أنكت الكلمة، لم يقبل الكلمة للفاء وهو عين الكلمة، تقول جاء يفي ورأيت يفي حتى لا تنهك الكلمة، الياء ليس من الكلمة. واضح؟ فأنا أقول وفي نحو مور لزوم ورب يقرأ مرئي أرأى يرئي مرئي. نعم. وغيرها التأنيث من محرك سكنه أو بفراء ما التحرك. وغيرها التأنيث من محرك سكنه، ها التأنيث سوف يؤخرها لأن لها بحثا بعد هذا. قال غير ها التأنيث إذا وقفت عليه لك إجراءات معينة، لك السكون وهو الأصل، تقول جاء زيد مررت بزيد. وغيرها التأنيث من محرك سكنه. أوقف الروم، الروم أن تضعف الحركة جدا، تقول جاء زيد مررت بزيد، تبقي ثلث الحركة. صح؟ أوقف رائع أو أشميم الضمة أو الإشمام وهو أن تقف بالسكون ثم تحرك شفتيك إلى الأمام، تقول جاء بشير فقط صدق ذلك. صح؟ هذا الروم، هذا الإشمام. قال بعضهم وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه من غير صوت عنده مسموع يكون في المضموم والمرفوع فقط. إذن هذان إجران السكون والروم والإشمام ثم ماذا بعدهم؟ أوقف رائم التحرك، أوقف رائم التحرك قلناها بالروم. أو أشمن الضمة قلنا الإشمام. نعم. أوقف مضعفة ما ليس همزة، أوقف بالتضعيف، تقول في جعفر جاء جعفر مررت بجعفر، تأتي برائم جاء خالد مررت بخالد. إذا كان همزة لا يمكن العرب يفرون من همزة واحدة، ما بالك بهمزتين. أوقف مضعفة ما ليس همزة أو عليلا، كذلك إذا كان معتلا لا تقف عليه بالتضعيف، من السرو والقاضي والفتى والعصا هذا لا يوقف عليه بالتضعيف. أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا. إن قفا محركا إذا كان وإذا قفا ساكنا لا يوقف عليه بالتضعيف. بكر لا يوقف عليه بالتضعيف لو ضعفته لالتقى ساكنا. أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا. إن قفا محركا هذا إجراء. قال بعضهم وحركات ينقل لساكن الإجراء الخامس لعله الخامس التسكين والروم والإشمام والتضعيف والنقل. قال أوقف وحركات ينقل لساكن تحريكه لينظر، تقول في بكر جاء بكر، تقول جاء بكر نقلت حركة الراء للكاف وسكنت الراء. وتقول مررت ببكير أصل البكر، نقلت حركة الراء إلى الكاف وسكنت الراء قلت بكر. واضح؟ هذا ما نقول. قال الشاعر عجبت والدهر عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي سبني لم أضربه. أصل لم أضربه، نقلت حركتها إلى الباء. هل نقول وحركات ينقل لساكن تحريكه لن يحضله؟ إذا كان ما قبله ساكن لا يمكن. باب، ناب، قنديد، عصفور،
ذوب ثوب بيت هذا كله يقبل حركة وهذا ونقل فتح من سوى المفتوح هذا في المرفوع والمجرور فقط أما المفتوح لا ينقل لا تقول فيه بكر رأيت بكر قالوا تذهب حركة الألف أصار رأيت بكرا إذا قلت بكر ذهب الألف واضح هذا في المنون وحمل غير المنون على المنون البكر ليست في حركة ألف لأنه ليس منونا حمل عليه وكذلك هند غير منونة ممنوع من الصرف تقول لا تقول رأيت هند هذا عند البصريين والكوفيون لا يمانعون في ذلك وهو قوله ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوفي النقل واضح أما في المهموز حتى البصريون يجيزون تقول كرهت رأيت كرهت أو اتخذت الرداء أي المعين أصل الرداء نقلت من المنصوب لأن المنقول منه أنزل أظهر وتقول كرهت البوطاء أصل البوطاء أظهر وتقول رأيت الخبأ أصل الخبأ أظهر إذا نقلت من المهموز لا يمانع البصريون في ذلك أما الكوفيون فيجزون الجميع هذا نقول ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف النقل والنقل من غير ممتنع ولكن في المهموز ليس يمتنع إذا كان النقل يفضي إلى وزن غير موجود في اللغة العربية مثل لا تقول مررت ببشر هي بشرين لا تقول جاء بشر فعل في اللغة العربية لا يوجد اسمه في العربية يقال ولا يوجد في أوزان عربية فعل وسبيتك وفعل أهمل في التصريف كذلك لا تقول مررت بقوفل فعل في العربية يوجد منه ثلاثة رؤم ودئل ووعل شوف معدوم هذا الجزء لكن إذا كان مهموزا لا حرج عليك تقول مررت رد تقول مررت بكوفء وهذا رد لا حرج عليك فنقول والنقل إن يعد من غير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع اقرأ يا رب تتواصل في الوقف تاء تانيث لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل تاء تانيث إذا وقفت عليه قالها تقول هذه شجرة وهذه فاطمة احترز بها من هاء غير التانيث هذا التانيث تاء تانيث لاسم بمالك كل كلمة لا قيمة لا يضع شيء أبدا في الوقف تاء تانيث لاسم بخلاف تاء تانيث الفعل فإنك تقع عليه بالتاء تقول قامت وقعدت هذه تاء تانيث لكن لفعل وكذلك تاء غير التانيث من الفرات والرفات هذا الاسم التانيث لقب تاء تانيث الاسم هاجع ان لم يكن بساكن صح وصل اذا كان قبله ساكن قال بالتاء تقول هذه اخت وهذه بنت فاذا كان قبله ساكن غير صحيح وهو الالف قال عليه بالهاء تقول هذه قناه وهذه فتاه واضح انا اقول في الوقف تاء تانيث الاسم هاجع إن لم يكن بساكن ينصح أوصل لذلك لا تكون إلا منقلب عن نصر أخرى وقل لا وهو الوقوف بالها في جمع تصحيح تقول المسلمات والمؤمنات والصائمات والقانتات وما ضاها ما أشبهه وهو أولات وهيهات والله هذا قليل فيه ومع ذلك سمع من كلام العرب دفن البناه من المكرماه استعلنا بالله وسمع من كلام العرب كيف الإخوة والأخوات وسمع من كلامهم وقفنا على الفراه ووقف بعض القراء على قال هيها وقف بعض القراء قال أولاه ولا أدري من هو واضح أنا قوله في الوقف وقلل في جمع تصحيح وما ظهر وغير ذين وهو جمع التصحيح وما ظهر بالعكس انتمى يوقف عليه بالهاء وسمع من كلامهم قيل لبعضهم يا أهل سورة البقرة فأجاب بعض من سمعه ما أحفظ منها ولا آية وسمع من كلام العرب والله أنجاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما وبعد مت كانت نفوس القوم عند الغلصمت وكادت الحرة أن تدعى آمت هذا قليل أنا قليل وغير ذلك بالعكس أنت أقرأ وقل بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر إن كأعطي من سأل فعل معل بحذف آخره عللته بحذف أخيه إما للجازم أو البناء تقول لم يعطي إذا وقفت تقول لم يعطه
وتقول في أعطي تقول أعطه، هذا جائز ليس واجبة السنة، تقول أعط ولم يعط، واضح؟ لأن أصل الكلمة بقية من اثنان العين والطاء، واضح؟ فنقول وقف بها السكت على الفعل المحل معل بحذف آخرين كأعطيهم، وليس حتما في سوى مكعي أو كيعي مجزوما. وآيعي لو وقفت على يعي لم يبقى من أصول الكلمة إلى العين، تقول لم يعه، وإذا كانت في صيغة أمر تقول عي على حرف واحد، تقول عه، يتعذر أن تبدأ بحرف وتقف عليه، لا يقع هذا العربية أبدا، لا تستطيع، لا بد أن تبدأ بحرف آخر، تقول لم يعه وعه، هذا قوله وليس حتما في سوى مكعي أو كيعي مجزوما مما بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما زائد. واجمع. وما في الاستفهام جرة حذف، ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر حذفت العرب ألفها. عما يتساءلون، لم تحاجون، لم تقولون ما لا تفعلون، لم تكفرون بآيات لا تشهدون، هل نقول وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأوليها لها، إذا وقفت عليها في غير القرآن تقول عما يتساءلون، لما فعلت هذا، فيما صنعت هذا، إذا تقف عليه بالها وأوليها لها إن تقف. خرجت ما الموصولة إذا دخل عليها حرف جر لا 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 تحذف ألفها، تقول أعجبت بما أعجبت به، ما موصولة، وكذلك ما المصدرية، نحو عجبت مما تكرم زيدا أي من إكرامه، وكذلك ما الشرطية، نحو بما تفرح أفرح، عندي أربع أنواع. كذلك ما الاستفهام إذا كانت مرفوعة لا تحذف ألفها، تقول ما هذا مرفوعة، ما صنعت منصوبة، واضحة صوبة المحل، أنا أقول وما في الاستفهام شرط الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولي هلم. شد من ذلك قول القائل ألا ما تقول الناعيات ألامة، ألا فاندبا أهل الندى والكرامة، ألا ما تقول، محلها رفع وحذف الألف. قال حسان رضي الله عنهم على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رمادي، على ما قام مضطر، لو قال على ما لم يزل البيت، أما قوله وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأوليها لها إن تقف، وليس حتما في سوى من خفضها باسم، إذا كانت ما الاستفهامية مجرورة بإضافة اسم عليك بالها، تقول اقتضاء ما تقاضيت، يعني أي نوع من المقاضات، أبوي سعي ما سعيت، سرعة ما أسرعت، إذا وقفت على ما هذه تقول سرعة ما اقتضاء ما. أما المجرورة بالحرف بين الحرف يكون معك الجزء الواحد، تكون الكلمة كبرت قليلا صارت كبيرة قليلا، وضح؟ وذلك لا يصلح حتى وما لها، تقول لما صنعت تقول لما أو لم كبرت الجزء. أما المجرور بالاسم فإن الاسم منفصل عنها، إذا وقفت عليها قد أبلها، أما أقول وليس حتما في سوى من خفض باسمك قولك اقتضاء مقرأ ووصل ذي الهاي يجز بكل ما حرك تحرك بناء لزم. قال كل اسم محرك حركة بناء لازمة لا تفارقه لك أن تقف عليه بالسكون. وفي كتاب الله عز وجل وما أدريك ما هي نار حامية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم أدنه لا هذا في الفعل، وما أدريك ما هي نار حامية، ما أغني عني مالية، هلك عني سلطانية، ها جاءت بعد يا المتكلم وهي ملازمة للبناء. أما غير الملازمة للبناء فلا تلزمه لها، مثال ذلك قبل وبا تقول من قبل لا تقول من قبله، جاءت حلامي لا تقول حلامي، هذا شبيه لا هذا شبيه بمعرب. وكذلك لا نفي الجنس تقول لا رجل، هذا بناء غير لازم عرض لها بسبب لا نفي الجنس فتقول لا رجل، أرهى. وكذلك تقول يا زيد مبني عرض له البناء بسبب النداء لأنه منادى على مفرد، لا تقول يا زيد، أما قلنا قوله وصل هذه الهاي، قلت هذا البيت زائد في الألفية ليس منها، موجود في الكافية وساقط من بعض النسخ من النسخ الألفية فاستنتجت أنه ليس منها، وإنما أضافه بعض النسخ إليها من الكافية، أنا أقول وليس حتما فيه
وصل إلى الجزم بكل ما حرك تحرك بناء لزم واضح، وصلها بغير تحرك بناء أديم شد حرك الاسم غير المدام البناء وصلها به شد كقول بعضهم قال يا رب يوم لي لا أضلله أرمض من تحته وأضحى من عاله. علو ليس بناء ولازما، وإنما على ضلال بسبب أنك قطعت عن الإضافة ونويت المعنى. أظهر أنا أقول نعم. وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نفرا وفشل. ما رأيكم في الفعل الماضي وهو مبني بناء لازما؟ قال الفعل الماضي لا تحقه التاء، لا تقول في ضرب لو وقف ضربه. قال السيبوي لا يجوز مطلقا، وقال بعضهم يجوز مطلقا، وقال بعضهم إذا لم يلبس، لو قلت ضربه قد يظن أن الهاء ضمير نصب، لكن إذا قال جلس تقول جلس لا تنصب مفعول. أظهر أنا أقول وماذا وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا. قال ربما عاملت العرب الكلمة في الوصل معاملة في الوقف، ومن القراءة لم يتسنه وانظر، لم يتسنه بعض القراء يقول لم يتسنه وانظر، لا ينطق بها إلا بالوقف. فبهديه مقتديه قل لا أسألكم، بعض يقول اقتدي قل لا أسألكم. وقرأ ورش بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي في الوصل، يقرأ بهاش ومحياي، عاملها في الوصل معاملتها في الوقف. وسمع من كلامي في زاف زارة هذه حبلو يا فتى، هم يقبلون الألف واو في الوقف، في زارة يوقف على ألف مقصورة يقولون هذه حبلو هذه عصو، وبعضهم يقرأ في بعض طي يقول هذه حبلي وهذه عصي يجعلونها هياء. وسمع من كلامهم إن لطي نسوة تحت الغطي يمنعهن الله ممن قد طغي بالمشرفيات وطعن بالقني. وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نذرا بالنذر وفشا منتظما. ومن قول القائل لقد خشيت أن أرى جدبا في عامنا هذا بعدما أخصب إن الدبا فوق المتون دب وهبت الريح بمور هب تترك ما أبقدب سبسب كأنه السيل إذا سحب أو الحريق وافق القصب والتبن والحلفاء فالتهب. كلها عملها في الوصل ما عملها في الوقت العالم.